استعرض الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى مع عدد من مشايخ مديرية همدان بمحافظة صنعاء الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار ومحاولاته المستمرة لاستهداف الجبهة الداخلية وتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب اليمني. وأكد اللقاء أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتعزيز الاصطفاف الوطني للتغلب على التحديات الراهنة التي يمر بها الوطن وإفشال رهانات العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا، فيما أكد مشايخ همدان وقوف قبيلة همدان صفا واحدا في مواجهة العدوان والاستعداد للتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن وعزته وكرامته والاستمرار في رفض جبهات العزة والشرف. استمع مجلس النواب إلى رسالة